وسهلا بكم في محاضرة جديدة من كورس البرمجة باستخدام لغة بايثون. في هذه المحاضرة راح ناخذ مثال عملي على الدالة input، وكذلك راح ناخذ مثال عملي على العمليات الحسابية، وراح يكون تطبيق عملي يحسب لنا تفاصيل عمرنا، كم شهر وكم اسبوع، كم يوم وكم ساعة، كم دقيقة وكم ثانية، وطبعا ممكن نجري عليه بعض التعديلات، ولكن راح نشوف شنو اللي يطلع عندنا خلال هذه المحاضرة. في البداية راح نطلب من المستخدم كتابة العمر، وراح يكون عندنا متغير اسمه age. هذا المتغير يساوي input، راح يكون input، وطبعا راح نطلب من المتغير هنا يكتب لنا العمر. مثلا راح نكتب مثلا how old بهذه الطريقة مثلا. طيب الآن راح نصنع متغير، هذا المتغير راح نسميه month. هذا المتغير راح نسميه month، فائدته انه يحسب لنا عمرنا كم شهر، وطبعا عمرنا كم شهر هو نضرب عدد السنوات في 12، لان كل سنة 12 شهر راح يطلع عمرنا بالاشهر، راح يكون المتغير age، وهذا المتغير راح يكون نفسه في 12 راح يكون عمرنا بالاشهر. طيب ممكن نجرب تجربة، ممكن نجي نطبع print، نطبع المتغير month بهذه الطريقة. طيب الآن راح نجري عملية run، راح يطلب من عندنا العمر، كم عمرك، راح نكتب مثلا 30، انتر، راح يطلع العمر بالاشهر. طيب هنا أنا اذا لاحظ انه عندنا فتخلل فني، هو انه هذه الثلاثين اللي انا كتبتها، هذه الثلاثين اللي كتبتها كرر لياها 12 مرة، مثل ما لاحظ هنا أنا كررها 12 مرة. ليش؟ لان ما اعتبر هذا المتغير هو متغير انتجر، ما اعتبره متغير انتجر، اعتبره سترينج، والسترينج هنا أنا ضرب لياها يعني كرر لياها وليست عامل لياها كرياضيات. حتى يكون هذا المتغير هو انتجر راح اجي هنا أنا اكتب int واخلي اقواس بهذه الطريقة حتى اضمن انه هذا الرقم اللي راح ينكتب هو رقم وليس نص، يعني راح يتعامل وياه كرقم اللي هو انتجر. عندما اجي هنا أنا اجري عملية الرفرش، راح اكتب هنا 30 انتر، اذا الاحظ هنا عمري 360 شهر. طيب راح نكمل البقية، فقط هذه الملاحظة مهمة اللي هو انتجر، ضروري انه هذا المتغير يكون نوعه انت انتجر حتى يتعامل لي وياه كرقم. طيب متغير اخر راح اسميه ويك، اللي هو راح يكون اسبوع. الويك هو نفسه الاشهر ولكن مضروب في 4، يعني عدد الاشهر في 4، لان الشهر هو 4 اسابيع، وراح يكون عندنا المتغير month نفسه في، او لازم يكون فاصله في 4، عدد الشهور في 4 راح يطلع لي بالاسابيع. متغير راح اسميه day، المتغير day هو نفسه عدد السنوات في 365 يوم، متغير age نفسه في 365. ليش؟ لان هي سنة 365 يوم، فحتى احسب عمري بالايام عدد السنوات في 365 يوم. طيب متغير راح يكون اللي هو hour اسمه، راح يكون عدد الايام في 24، يعني كل يوم هو 24 ساعة، فعدد الأيام في 24 ساعة راح يطلع عندي الوقت في المضبوط. طيب ممكن يكون بالثانية لا بأس، راح يكون second مثلا يساوي لي، قبل الثواني ممكن يكون minute بالدقائق، الدقائق هو عدد الساعات في 60، يعني كل ساعة 60 دقيقة. طيب
وعدي السكند هو عدد المينت في 60 ايضا. فقط ننتبه هنا لابد انه يكون في. طيب الان هذه المتغيرات احنا اجريناها حتى تجزئ لنا العمر وتعطينا التفاصيل. طيب الان بعد ما انشأنا هذه المتغيرات اللي هو متغير خاص بالشهر ومتغير خاص بالاسبوع واليوم والساعة والدقيقة والسكن، طبعا هذه المتغيرات هي فقط لتخزين البيانات بها. حتى نعرض هذه البيانات ونشغل هذه المتغيرات لابد انه نعمل دالة print، فراح نكتب print وراح نضيف للمتغير اللي هو month، راح نخلي هنا المتغير month بهذه الطريقة، وطبعا راح نعمل run بهذه الطريقة، راح نكتب العمر اللي هو 30 enter. راح لاحظ انه عندنا 360 شهر. طيب الان راح نعمل متغير نفسه، هذا راح نستنسخه control D، وراح يكون بالويك، هنخلي بالويك. طيب الان راح نشغل البرنامج، راح نكتب 30، راح يصير عندنا هنا 360 شهر و 1440 اسبوع. طيب حتى نضيف بعض العلامات البسيطة ممكن هنا نكتب print، نكتب مثلا عدد الأشهر مثلا، ونفسه هذا نستنسخه Ctrl C، نضيفه قبل الأشهر، نكتب عدد الأسابيع بهذه الطريقة. راح نشغل العملية وراح نكتب 30، راح يصير عندنا عدد الأشهر 360، عدد الأسابيع 1440، وهكذا ممكن نضيف هنا عدد الأيام، وطبعا نكتب اسم المتغير day بهذه الطريقة Ctrl V، نشغل نكتب هنا 30، راح يكون عندنا عدد الأشهر اللي هو 360، عدد الأسابيع 1440، عدد الأشهر اللي هو 10950 يوم، عفوا عدد الأيام 10950 يوم، وهكذا ممكن نعرض عدد الساعات. هنا نكتب مثلا الساعات، وطبعا نضيف المتغير اللي هو hour، راح يكون بهذه الطريقة، وطبعا راح نضيف عدد الدقائق، وطبعا راح نضيف المتغير اللي هو minute بهذه الطريقة، وطبعا عدد الثواني بهذا الشكل، راح نضيف المتغير اللي هو راح يكون second بهذه الطريقة. الآن راح نشغل العملية وراح نكتب 30 اللي هو 30 سنة، راح يعطينا تفاصيل عمرنا اللي هو عدد الأشهر 360، عدد الأسابيع 1440، عدد الأيام 10950، عدد الساعات اللي هو 262800، عدد الدقائق اللي هو 15,768,000 دقيقة، عدد الثواني طبعا راح يكون بالمليار، وهكذا أو يعني هذا الرقم اللي أمامنا. طبعا هذا كان مثال تطبيقي على استخدام الدالة input وكذلك كيفية استخدام العمليات الحسابية. طبعا هذا المثال لو شفتوه صعب عليكم بإمكانكم تعيدوه مرة أو مرتين، راح يكون كلش بسيط وسهل. نلتقيكم في محاضرة قادمة بإذنه تعالى.